عاجل، عفوا المقاطعه يا باشمهندس، ضم حمدي فتحي من امبي، بسم الله ما شاء صفقه الله. تم انجازها بالفعل، وزي ما قلنا لحضراتكم منذ قليل وقبل ما نبدا هذا اللقاء مع المهندس سامح علي كامل، كنا بنتكلم ان مجلس الاداره ما زال عنده اصرار كبير جدا على انجاز المزيد من الصفقات للنادي الاهلي، وانه بيبحث في كل الانديه داخل وخارج مصر اللي ممكن تكون فيها عناصر نقدر نتعاقد معها في مرحله الانتقالات الشتويه لتكون اضافه كبيره فنيا للنادي الاهلي ولجهازه الفني، واوراق كثيره وبدائل متاحه امام الجهاز الفني حاليا بقياده لاسارتي، وان شاء الله العمل مستمر ومزيد من الانجازات، وباذن الله يكون حمدي فتحي موفق القادم من امبي واحدث المنضمين، احدث النجوم الجدد المنضمين لكتيبه النجوم في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. بنتمنى له كل التوفيق، وان يبقى له بصمه واضافه كبيره مع زملائه في مشوار النادي الاهلي محليا وافريقيا. ان شاء الله يعني نتوقع منه الكثير، وهو محل ثقه، وكان فعلا التعاقد معاه مطلب للجماهير والمحبين للنادي الاهلي، ورؤيه طبعا من مجلس اداره النادي والقائمين على ملف كره القدم بقياده الكابتن خطيب. هو لاعب متميز، وباذن الله نستفيد كثيرا على المستوى الفني من وجوده معنا في النادي الاهلي مره ثانيه. حمدي فتحي رسميا في النادي الاهلي بعد انضمامه للنادي الاهلي قادما من امبي لمده التعاقد 4 سنوات ونصف.